السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا مجموعة تاجات اللي هي تعتبر تاجات خاصة بطريقة كتابة النص بشكل قريب من الكودينج. يعني إذا كتبنا هنا code.html وعملنا enter، خلينا نشوف هنا في التاج عندنا body والhead، copy paste. لاحظ هنا البادي موجود. أوكي، نحتاج إلى غلق البادي، ونحتاج أيضا إلى غلق ال HTML بعد البادي، لأنه البادي راح يكون في داخل ال HTML. طيب كيف نستخدم ال في عندنا مجموعة تاجات اللي هي عايدة اللي تاجات الكود، بتمثل بشيء طريقة مشابهة للكمبيوتر كود. أول واحد حناخذه هو الـ EM. طيب ما هو الـ EM؟ الـ EM بيعرض لك إياه على شكل emphasized text. طبعا ممكن نكتب في شيء هنا this is emphasized text على سبيل المثال. هنعمل هنا سيف ونجي نعمل لازم كود. تمام، لاحظ this is emphasized text، بيطلع لك التكست بهذه الطريقة. طبعا ممكن انه نستعين بالديف. طيب والديف ايضا يتم غلقها حتى نعرض التكست بشكل مطلوب. مثلا هنا نكتب style، والstyle يكون font size نقطتين 25 بيكسل. سيف. اوكي، لاحظ كيف يظهر لك التكست بهذا الطريقه، بيظهر لك اياه. طيب في عندنا ايضا شيء اخر اللي هو سترونج يقوم بجعل التكست اثخن وبارز، بيظهر لك. يعني this is strong text على سبيل المثال. لاحظ بيظهر لك يا غامق بارز. طبعا ممكن هنا حتى نجعل السترونج يكون بالسطر الثاني، عرفنا انه ممكن نضيف br tag اللي هو حيجعل strong ينزل اسفل. طبعا br tag ممكن تكتبه بهذه الطريقة او ممكن تكتبه بهذه الطريقة، الاثنين بتشتغل. تمام، فهنا نعمل refresh، لاحظ يظهر لي بالسطر الثاني بهذا الشكل. في عندنا ايضا مثلا هنا اذا عملنا br tag انتر، في عندنا DFN. DFN هو بيظهر لك او بيطلع لك التكست على شكل definition، تعريف. خلينا نشوف اذا هنا كتبنا copy كيف نكتب definitions. اتصور definitions صح ولا عندي غلط؟ لا تمام، هنا نجي نعمل ريفرش، لاحظ بهذه الشكل بيظهر لك الديفينيشنز. طيب في عندك ايضا طبعا هنا نعمل بي ار تاج. في عندنا ايضا شيء اخر اللي هو كود، هذا بيظهر لك اياه على شكل كمبيوتر كود. يعني هذا لو ناخذه نضعه هنا كود، خلينا نجي نعمل ريفرش، لاحظ هذا بيظهر لك التكست على شكل كود. طبعا هذا يتم استخدامه في التيرمينال، في السي ام دي تلاحظ انه اكثر شيء يكون هذا هو الفونت اللي يتم استخدامها للكودينج. طبعا هذا بالنسبه للكود. في عندك ايضا هنا لو نجي نعمل بي ار حتى ينزل السطر الثاني، في عندنا ايضا سامب. السامب بمعنى بيظهر لك التكست على شكل ايضا كود كمبيوتر بس بتنسيق مختلف. خلينا نشوف هنا اذا كتبنا سامبل، اعمل سيف، لاحظ بيظهر لك بهذا الشكل، التكست بيظهر بهذا الشكل. تمام، طبعا هي مجموعه تعديلات على الفونت والسايز، فبيظهر لك بشكل مختلف. يعني يعني هذا بيفيدك اين؟ يفيدك لما انت تريد تستخدم مثلا
تضخم الفونت تمام، ما يحتاج انه انت تنطي له بولد او تعطي له سي اس اس، هو اصلا جاهز. مثلا في كتابات تحب انه يكون على شكل مائل ايتاليك، لا يحتاج انه انت تعطي للتكست ايتاليك، انت اصلا عندك تاج جاهز يعمل لك هذا الشيء. اذا حبيت انه يكون كتابتك على شكل كود، لا يحتاج انه انت تعمل سي اس اس وتجي تختار الفونت، انت اصلا لما تكتبه على شكل كود هو ال HTML بيوفر لك هذا التاج اللي موجود. في عندك ايضا الكيبورد انبوت اللي هي KBD كيبورد انبوت، فممكن هذا نعمله كوبي بيست، هنا نكتب كيبورد تكست، لاحظ بيظهر على شكل تكست الكيبورد. في عندنا ايضا عندنا كيبورد، ها في عندنا ايضا var اللي هو بيعرف لك التكست على شكل variable، هذا ممكن اعمله copy paste variable save var save، لاحظ this is variable text، بيعرف لك اياه بفونت الفاريبل في ال HTML. فإذا هذه مجموعة التاجات أيضا مهمة ممكن تفيدها بتنسيق أو شيء معين بيفيدك. نوقف هنا، نكمل درس القادم. مع